من أقوى ما يقوي بدنك وقلبك الذكر، ذكر الله يقوي الأبدان. نعم، كيف ذلك؟ الحبيب عندما أتت فاطمة رضي الله عنها تريد خادم، وعلمت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أتاه سبي، فقال الحبيب لها عندما كانت تريد من يعينها على حمل القربة، وأن معالم الحسن في بدنها من الرحى قد زالت واستحيت من أبيها، وأبدى سؤلها زوجها رضي الله عنهما وصلى وسلم على خير الورى، قال الحبيب ألا أولا أدلكما على خير من خادم؟ لو تقول لامرأتك ما نبي نطلع فيزة، وش رأيك نبدأ من الليلة نذكر الله، نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34، يمكن قبل ما تكبر أنت تكبيرها الرابعة تضيع معالم وجهك بشيء قد رمي عليك. لماذا ما نقول الحبيب يحب ابنته وهو من بيده أن يغنيها بإذن الله، فهو قائد الأمة وهو إمام المتقين وهو الذي يقسم الغنائم بين عباد الله، وهو ليس فقير بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 هذا خير لكما من خادم، وأقسم بجلال الله إن رسول الله صادق، وإن التي جربت وجرب الذكر وما قوي بدنه، ليس المشكلة في الذكر، المشكلة في القلب الذي تحرك اللسان وما تواطأ معه.